حق ملانا ميوزك مطقه حق ملانا فاس حق ملانا مطقه حق ملانا غلاضه مش حم بابا فين فرحان بالسانك مليونين كترت لي لو بقولوا امين فاس خطيك علينا راه غير وحش الغابه. حمى الكلاشات تنتقل إلى أطفال ومراهقين بعد أن أطلقها أخيرا فنان الراب توفيق حازي بالملقب الدومبي. فما الذي تعرفه عن فن الراب؟ الراب، الرابينج أو الريمينج شكل موسيقي كيستند في الغالب إلى القافية والإيقاع وكلام الشارع. والراب هو اختصار لجملة rhythm and poetry أي إيقاع وشعر. بدأ الراب في الولايات المتحدة الأمريكية مقتصرا على السوق قبل ما ينتشر عالميا بداية التسعينات، وتتفرع منه أساليب متعددة منها الموسيقي الأسلوب الحر أو الفريستايل الفانك والار ان بي وأيضا راب العصابات والهارد كور والديرتي ستايل. هادو كاملين كيتناولوا مواضيع خطيرة كتجارة المخدرات والأسلحة. من أوائل مؤسسي فن الراب كول هيرك وكوك لاروك. ولم يشتهر الراب التجاري إلا في الثمانينات بمجموعات أمثال رون دي ام سي بألبوم ريزن هير، ومع هذا الألبوم بدأت لغة العدوانية تطغى على الكلمات. وأول أغاني الراب اللي حققت نجاح كبير كانت أغنية رابتشر تلاها عهد الألفية الثانية مع مؤدين أمثال توباك، فتغيرت أنذاك صناعة الموسيقى ديال الراب وعطات الفرصة الآخرين باش يدخلوا هاد العالم أمثال إمينيم 50 سنت دي جيم ليل وين وغيرهم. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. You say you're skimming now. You say you're slipping now. هكذا بغى ربينا. هذا أول مروك. اللي بغى يسلمنا. وفي المغرب ظهر الراب بداية التسعينات مع مهاجرين شباب في أوروبا أدخلوا الراب عند عودتهم الموسمية إلى المغرب. وعموما يعتبر أمين بودرار المعروف فنيا بالقيصر وسابقا بأمين سنوب من مؤسسي الراب المغربي ومن أوائل الفنانين اللي وضفوا الدرجة في كلمات الأغاني ديالهم. ومن بعد ظهرت مجموعات أمثال كازا كرو ومن أبرز الأعضاء ديالها ماستا فلو والشحتمان واللي سبق لهم وأدوا أغاني مع الدومبيك اللي بدأ مشوار ديالو في هذا المجال منذ سنة 1997 وكان العمر ديالو آنذاك 14 سنة. ومجموعة القشلة ريكورد وأبرز عناصرها مسلم والعربي اللي أسوا فيما بعد مجموعة الزنقة فلو، وأيضا ظهرت مجموعتي الفناير وأشكين. الراب في المغرب بدا كفن شبابي للتعبير عن مشاكله اليومية وتطرق لمواضيع اجتماعية متنوعة، وكان يتعرض لهجوم باعتباره فنا سوقيا أو منحطا أو فن دخيل. واستغرق سنوات حتى يثبت نفسه في الساحة الفنية المغربية، لكن في السنوات الأخيرة ولا فن الراب موضع جدل مجددا بظهور مؤدين أمثال ديزي دروس، حليوة، البنج، توتو، ميستر كريزي وغيرهم. وقبل منهم كان دومبيك المعروف أيضا بالخاسر. الكلام الفاحش تجلى بشكل واضح في الكلاشات الأخيرة بين مؤدي الراب وخلف ردود متباينة بين المغاربة. هاد لي زارتيست دابا الراب ديال المغرب كتانسبيرو اصلا من الامريكان، فهمتي، ديال بحال الكريبس والبلوز. بصراحه انا الراب ما تيعجبنيش، ولكن هادشي اللي تنشوف دابا انا تنقول باللي الراب القديم كان حسن من دابا. الراب راه عارفين مالي شنو هو الراب، هادوك هادشي شي قصروا بالراب ماشي شي راب. بصراحه تنفضل الراب القديم وهادشي ديال الكلاش شي باش يحرك الموفمون ديال الراب. اعتبر البعض أن أغاني الراب ترتبط بجرائم التحريض على العنف والدعارة والمخدرات ويعاقب عليها القانون، على غرار ما صرح به المحامي محمد شماعوف في تصريح إعلامي اعتبر فيه أن فن الراب المغربي اليوم يتضمن عبارات مبتذلة ولا يحمل أي رسائل هادفة كما كان عليه من القبل. وكتشطر في الرأي الباحثة الاجتماعية عائشة التاج. إذا بغيتي نهضر لك على الأغاني والكلام البذيء في الأغاني وفي الإعلام وفي كذا، كاين واحد النوع من العنف اللغوي في يعني يتداول. أتسائل زعما كيقولوا شي هضرة ماشي على مستوى اللغة فقط، على مستوى الرسائل التي يتم تمريرها.
فن الراب ولا اليوم كيستقطب ايضا العنصر النسوي وبقوة، على غرار ايلي وقبل منها منال اللي تبنتها شركة سوني العالمية، والموجة غدا وكتجر معها اطفالا ومراهقين. فهل يهدم فنانو راب اليوم اخلاق شباب الغد؟ هادشي كامل غنكتشفوه في القادم من الايام. الحلم ديالي هو نمثل بوبليك ديالي، بوبليك ديالي يبقى معايا ونعطيهم شي حاجة ما احسن اللي كنحط دابا. والحلم ديالي الراب مغربيا في الشوق.